يا هلا بيكو في الخيمة. صياغة الذهب صياغة مش سهلة، تخيل بقى لما تكون بتعمل باب الكعبة من الذهب. خليك معنا في الخيمة عشان تتعرف على صانع باب الكعبة وشيخ الصاغة في مكة. زمان قوي وقبل 5000 سنة لما سيدنا إبراهيم بنى الكعبة ودعا الحجاج ليها للطواف، وفي بعض المؤرخين قالوا إنها لما تتم عملية بناء الكعبة الشريفة بيتم بنائها في صورتها البسيطة، كانت عبارة عن جدران من غير سقف أو باب، بس كانت ليها فتحة عشان يبقى سهل الدخول ليها وتنضيفها بصورة مستمرة لأنها أطهر مكان موجود على الأرض. ولحد فترة طويلة ومر عليها أكتر من حاكم وأكتر من ولي، فقرروا إن يتم عمل باب للكعبة الشريفة، واتعمل لها لحد وقتنا الحالي 6 بيبان، وكانوا كلهم مختلفين في التنفيذ والتصميم وحتى كمان في مواد الصنع. في الأول كان باب الكعبة مصنوع من الخشب، وما كانش أي حد يقدر يدخل الكعبة إلا اللي معاهم مفتاح الكعبة بس. وتمر السنين ويحصل تغيرات لحد إنشاء الدولة السعودية، فجه الملك عبد العزيز وأمر بصناعة باب الكعبة الشريفة من جديد، وإن الباب ده ما ينفعش يكون عادي، واللي صنعه كان مهندس سوري اسمه منير سري. وكان الباب ليه مواصفات خاصة جدا بأن يتم طلاقه بالفضة والذهب. وبعد كده فضل الباب ده موجود لحد ما في مرة كان الملك خالد بن عبد العزيز بيصلي في الحرم، ولما انتهى من صلاته أمر بصنع باب جديد، وتم تكليف شيخنا أحمد ابن إبراهيم بدر بصناعة الباب الجديد. الشيخ أحمد بدر اتولد سنة 1920 في مكة المكرمة، وكان طفل محبوب جدا وسط الناس والجيران، وتعرف بطيبته وأخلاقه واجتهاده اللي كان باين عليه من صغره. درس في مدرسة الفلاح لحد ما خلص المرحلة الابتدائية، راح مع والده دكان الصاغة بتاعهم اللي كان في مكة. وعيلة الشيخ أحمد بدر عيلة مكرمة بأنها فضلت على رئاسة الصاغة، وبداية من سنه الصغير والشيخ أحمد بدر كان مهتم جدا باللي بيعملوه. والده كان بيحب ياخده معاه على طول دكان الصاغة عشان يشوف ويتعلم ويشرب المهنة. وفضل أحمد بدر يتمرس أصول الصاغة وصناعة الذهب يوم بعد يوم، لحد ما تعين سنة 1965 رئيس الصاغة، واتشهر الشيخ أحمد بدر وعيلته بأنهم بيصنعوا كل مقتنيات العائلة الملكية، سواء كانت الهدايا أو المصوغات اللي بيلبسوها نساء الملوك. والملك خالد بن عبد العزيز كان عنده ولع وحب شديد بالسيوف خناجر، وكان بيفرح جدا لما الشيخ احمد يروح له بسيف او بخنجر جديد. والشيخ احمد مش بس تم تكليفه بصياغه باب الكعبه، وكمان صنع مزراب الكعبه واطار الحجر الاسود. وفي لقاء مع الشيخ احمد قال ان تم تكليفه بعمل الباب المهمه اللي جمع فيها المهندسين وكل الخبراء اللي معاه عشان يطلعوا باحسن تصميم لباب الكعبه، وقرروا انهم يستخدموا خشب اسمه ميكاي، وده نوع خشب قوي جدا وبيتحمل العوامل القويه اللي ممكن تاثر عليه زي الميه والمطر والسيول. وقال ان كل حاجة اتعملت في الباب كانت مصممة خصيصا للباب. وامر خالد بن عبد العزيز انه يتصنع من الذهب، وامر خالد بن عبد العزيز انه يتصنع من الذهب لما شاوروه وقالوا له يتعمل من الفضة رفض، وقال لهم لازم يتعمل من الذهب. ونفذ الشيخ احمد الباب واستخدم حوالي 200 كيلو ذهب، وصنع المزراب الخاص بالكعبة من الذهب الخالص وكتب عليه يا حي يا قيوم، وصنع كمان إطار الحجر الأسود اللي في المنطقة اللي بيستدل بيها للطواف. وفضل الشيخ أحمد إبراهيم رئيس الصاغة لمدة 35 سنة، وتوفى أحمد إبراهيم بدر في مكة سنة 2009، وبعد موته اتخلد اسمه في التاريخ بكونه أول صانع لباب الكعبة الشريفة.